مين من ولادي عرفني كده الكون بناء على التذكره. Definition of it is a complex dish which has which type of matrix? Solid or hard matrix. طب مين من ولادي كده بيتوفر؟ يقول لي ليه الماتريكس بتاع الكون سوليد؟ عشان في اوراق الكونتين كالسيوم صوت. يبقى اللي بيديله السوليديتي او الصلابه وجود ايه؟ كالسيوم صوت. بعد كده نبتدي نقول تركيب الكون ايه؟ ما انت قلت ده كونكت فيش يبقى كون من فوق. سيلز وفايبرز ومات. بس انهي نوع من ماتريكس؟ سوليد مات. ولادي وعليه تاني اوستيا وفي بطانة من جوه اسمها من اوستيا. مين يقول لي قبل ما اخش في اوستيا واوستيا حد من ولادي يعرف ده كلام بقى ايه؟ عارفين سوشيال ستادز دراسات الاجتماعيه يعني كده. طيب مين من ولادي بقى شاطر يقول لي قبل ما اسمع اقول له حاجه يعني هي دكتور ايمان كنت عاملاها السنتين اللي فاتوا وان شاء الله ربنا يسهل على كمان السنه دي انه الترم الثاني او نهايه السنه امتحان اخر السنه يبقى في ام سي كيو في الترم الثاني بس. يعني مفيش ام سي كيو في الترم الايه؟ ما انتوا امتحنتوش. يعني من 100 اسئله شهور في المنهج كله بس شويه الدرجات اللي اخر السنه بتاعت الام سي كيو بتبقى على مين؟ الترم الثاني. يبقى الترم الثاني مهم جدا كل كلمه فيه يا تيجي شورت يا تيجي ايه؟ ام سي كيو. مين يقول لي وظائف العقل؟ سوشيال ستادز. يعني اي عظمه
لو انت ما فهمتهاش هتبقى لسه عليك شويه في الشعر. فركزوا معايا، انا قلت فوقك فين؟ طب مثلا ستار تفتحي مين؟ انت انهي نوع من انهي شيء؟ المفروض تبقى ايه؟ سبونج. طيب بس انت قلت لي مين مور سوليد؟ طب مش المفروض كان يبقى الكومباكت هو اللي يعمل ستار؟ بالعقل كده. بس الكومباكت تقيل قوي، تقيل ما اقدرش اشيل. يعني سعادتك لو كل سكال كومباكت تيجي تعمل كده هتقع. مش تعمل كده هتقع، يعني ايه؟ كلك تقع، ما انت مش هتقدر تشيل ايه؟ فهو ربنا سبحانه وتعالى خلاها ايه؟ سبونج عشان تبقى لايتر، يعني اخف وزن، لكنها عليها غطا من مين؟ منك. عشان تديها مور سوليد. يبقى مين فيكم شاطر يقول لي كده؟ لو انت فهمت سايت اوف كونتاكت بون اساسا في شاف او لون بون الفوم اوتر كفر لمين؟ الكلام ده مهم. طيب احنا اتفقنا خلاص خلصنا من التقسيمه، تعالى نبتدي بقى في كلمتين الاول على البون مالكس. ولادي المفاجاه ممكن تسيبوا تكتبوا عشان تفهموا دي. انا قلت لك انا الحقيقه اساسا كلامي دلوقتي بقى على الكومباكت، يعني الكومب ده عليه باراجراف صغير. طيب العظم الماتريكس بتاعه مفرق عباره عن كولاجين فايبرز. مين يفكرني النوع الوحيد من الكولاجين اللي كان بيبقى ماشي البامبس؟ كولاجين تايب 1 ده اللي بيبقى ماشي البامبس. فكلمة لاميل يعني ليرز، ليرز اوف كولاجين بامبس. ايه ده اللي انت رسمهولك ده ايه؟ حد شايف دي؟ خيوط كولاجين عامله بامب وبعدين بامب البعدة وبعدين يبقى في ليرز ولا لا ورا بعض اسمها بون لاميل. دي مره طالب قال لي ايه؟ ايه ده هو مش الكولاجين ده بتاع الكولاجين التشن بتاعنا الخفيف ده الضاري اللي مش عارفه ايه؟ قلت له اه ازاي ما عامل بون بون؟ ما هو ده مش كولاج عام، ده متراست فيه ايه؟ يبقى دي لايرز اوف ايه لو انت فاهم؟ كالسيفاي كولاجينس باند. طب مش في زي جراوند سبسس ارضيه ما بين باند وباند؟ حتى الارضيه دي كمان كالسيفاي. طب ما بين باند وباند حد شايف اللي انا رسماه ده؟ في خلايا ولا لا؟ خلايا عظم اسمها اوستيو سابس. لو انت فهمت الحته دي مهمه يا جماعه المقدمه اه بس المهم عشان نفهم اللي جاي. يبقى العظم الماتريكس بتاعه عباره عن كولاجين تايب 1. يا جماعه عشان كده مين فاكر الكارتش كنا بنرسمه الارضيه لونها ايه؟ حمرا ولا زرقاء؟ مع ان محدش بص على رسمة الكارتش كانت ارضية بيز فيت. وحتى لو كنت بقول لك ايه؟ حاسس بالشبكة بيوقعك في المقدر ده. لما بقول لك ايه البيز فيت ماتريكس في الكارتش؟ عشان يستفيد. ففي طالب اللي هو مش مركز يقول عشان في رايبوزومز. هو ده سيلز عشان يبقى في رايبوزومز ولا ده ماتريكس ارضية؟ لا تقول لي عشان في كوندوريتين سلفيت وهيالورونيك اسيد بكميات كبيره. والاسيد يحب مين؟ بس فهو لازم خليه ايه؟ لكن المكتب رسومات العظم كلها تلاقيها مرسومه حمرا. مين شاطر يفكر؟ ليه الارضيه حمرا؟ عشان اساسا في كولاجين باندلز. والكولاجين فاكرين كان اسيدو فيلم. طب لا 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 لو انت فهمت يبقى الماتريكس بتاع البول عباره عن كولاجين باندكس عليها ولا كالسيفايد؟ كالسيفايد كولاجين باندكس يفصل ما بين شويه جراوند ايه؟ سبستنس برضه جراوند سبستنس دليل كالسيفايد وما بينها خلايا العظم اسمها اوستيوسايد. المنظر ده طبقات كولاجين باندكس مخصوص ما بينها اوستيوسايد اسمها بول لاميل. ايه؟ اسمعي تاني؟ طيب وده البيز اللي هنشرح فيه الكومباكت بون دلوقتي.
دكاتره. الماتريكس ده بيبقى او الجرام سبس بيبقى فيه اورجانيك بارت وايه الاورجانيك قلناه بروتين كولاجين بس. طيب الانورجانيك املاح ايه؟ كالسيوم سولز، كالسيوم فوسفيت، كالسيوم كربونيت، حاجه اسمها كالسيوم هايدروكسيد، يعني في انواع كتير من الكالسيوم سولز. دي البوست فين؟ وانت فين؟ بص على الرسمه وقول في الكولاجين ايه؟ بانتس بتبقى زي كريستالز كده عليه، وكمان ما بين مين؟ حد شايف النقطه الحمراء اللي انا حاطها؟ ما بين مين؟ البوستيوم سولز. عايز حد من ولادي بقى يقول لي انت قلت لي كومباكت بون فقط فين؟ لا لا معلش فين؟ الشاف. طب مش الشاف ده في سنترال اومار جافيتي؟ لا لا ده انت فاهمك الرسمه اللي مبني عليها الكومباكت بون كله مبني عليها. طب ولادي ده عظم كده من هنا ومن هنا وهنا في بون مارو جافيتي في النص؟ طيب حد يقول لي كده لو انا خدت فيديو بتاع عرض خلي بالك الرسمه دي كل شويه هرجع لها فتركزوا معايا فيها قوي. طب ومين ده كده؟ ده اللي في النص ده المول مار. في غطا بيغطي العظمه من بره ولا لا؟ اسمه بيري بوست بدل بيري كومبليت المول بيري بوست. طب في بطانه من جوه ولا لا؟ اسميها اندوست. مش موجوده في القاع ليه؟ مش حته كده ومتغطيه جايه من الحدود بالبريكون. طب مين يشرح لي البريكون؟ اغششكم؟ سوري انا عايز اشرح بري ايه؟ اوستيا هو نفس اللي قلنا فيه بس هستبدل كلمات، يعني بدل مثلا اقول كوندروبلاست هقول ايه؟ اوستيا بالعكس. طيب حد شاطر بقى يعرفني الوسط المنظر الجميل ده؟ حد فاكر البريكونديا كان كام لاير؟ في اوتر ايه والى يفكر؟ الاوتر دي كانت مليانه فايبر سميناها اوتر فايبرس تيل. طب الى كان فيها كوندرو بلس خلايا اللي بتصنع الكوندرو ده سميناها اينا كوندرو جينيك. ايه ده فين؟ البيري كوم. دلوقتي انا بتكلم فين؟ بيري اوف. مين من ولادي كده شاطر يقول لي كام لاير؟ اوتر ايه نفسها؟ مين يفكرني اوتر فايبرز؟ انا عملتها خيوط حمراء نقط زرقاء لاقص. خيوط الحمراء دي كانت كولاجين فايبرز اريج تمام؟ ثم ما بينها سد صانعه الفايبرز فاكر؟ فايبرز. ثم كمان في بلاد بس. طيب حلو قوي. يبقى بلازما سبانتكس فايبر ويت بلس و بلس بزنس. طيب الانر لاير مين يفكرني في الكوبيز؟ قلنا كونترو اللي طلع ايه؟ انا بتكلم على كونترو بلس طلع من كونترو جينيك سيل. حد فاكر كلمه اليو ام سي؟ اليو ام سي يا ولاد دي البرج بتاع كله ستيم ايه؟ سيل بتتحول الى ايه؟ والله انا عندي كذا مسار. لو انا في البون ماوث تديني بلاد ايه؟ سيل كلها فاكرين كورني كورني يونت والراسل. طب لو انا في الكارتج تديني ايه؟ كوندروجينيك. والكوندروجينيك تتحول الى كوندرو بس هي نفس الفكره تابعوني كوندرو ايه؟ حد فاكر كوندرو بلاس كانت تفرز ايه حواليها؟ ماتريكس. ولما تفضل ماتريكس من جميع الجهات تتحول الى كوندرو صفر. مش ده اللي قلناه في الكارتج؟ طيب مين من ولادي بقى شاطر يقول لي مقابل الكلام ده تكون؟ بدل ما هقول كوندرو جينيك اقول ايه؟ اوستيو جينيك. ثم الاوستيو جينيك تكبر وتتملي اورجانيز تتحول الى اوستيوبلاست. ثم الاوستيوبلاست تفرز ايه؟ ماكس لنفست الماكس وهي ترست كالسيوم في الماكس ديبوزيت كالسيوم في الماكس. ثم لما تقابل كالسيفاي ماتريكس تشينج انتو اوستيوبلاست نفس الفكره. يبقى يا جماعه
خلاص. طبعا السيلز هي في البدايه مشروحه في الاول، طبعا لو انا شرحتها في الاول ممكن ما تفهمش، اقول لك دي الحته الفلانيه ودي الحته الفلانيه وانت ما خدتش لسه الفلوس، فانا عايزه اشرح الكون مكون على بعض وبعدين هات السيلز، ساعتها مش هتاخد مننا وقت. وعلى فكره لما هاتكم جدول لطيف قوي قلبنا السيلز على بعض. طيب تيجي بقى بس من هنا ورايا وانت بتذاكر او وانت حاضر معاك ايه تقيله؟ الأطرس. ليه بقى؟ انا بشرح على مين؟ على الناس من الغباء. دايما يا جماعه في ناس من الغباء ان هو بيذاكر الهيستولوجي ما بيبصش على الرسم. بيذاكر لوحده. طبعا هو بيذاكر حاجات خياليه. طب انت بتتعب نفسك ليه؟ ما الرسمه الملونه وعلى فكره معموله فيري سمبليفايد. يعني الحقيقه واحنا بنعملها عاملينها عشان تذاكر عليها النظر. يعني في حاجات عاده ما بتبقاش باينه كده تحت الميكروسكوب، احنا مبينينها ليه؟ عشان تذاكر عليها تبقى مفهومه. انا عارفه ان عندكم كلكم بس انا عايزاها تبقى معايا. وانا بشرح. يعني في البيت يعمل ايه؟ بتذاكر. حد يقول لي وظائف في روسيا؟ صدقوا بالله اذا ما قلتش انا هزعل منك. اصل نفس فكره وظائف دي طب هو اي غلط تقول لي بروتكشن حتى لو مش مكتوبه؟ طيب مين يفكرني في بلاد ايه؟ دكتور لو سمحت شويه كلام بقيت ده عشان انتوا تشتغلوا معايا. عايزه وظائف في البيري اوستر. انتوا يا مصطفى زي الكلام بقى. Thank you.
بقى بولادي يقول لي ايه الطبقه دي اندوستيا اندوستيا قارنها كده بالبريوستيا بريوستيا بتنام ليه؟ 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 يبقى هي كاني بتكلم عن انر لير واحده مفيش اوتر فايكس دي يبقى اقول سنجل لير او مين الانر لير بتتكلم منه مين؟ اوستيوجين وممكن تكون اتحولت كده يعني فيها خفيف كونكتيشن مليان بلاد ايه؟ استنى خلي بالك عشان انت هتبعت لي كمان شويه فين اماكن البلاد بيسكس في البول؟ احنا قلنا مكانين تو سايز لغايه دلوقتي طيب في مين؟ اشتغل ومين كمان؟ سمعت بص من البول مار نفسه مليان بلاد بيسكس طيب استنى بقى حد شايف الكوره دي؟ دي اسمها بيرجيان سيستم على فكره البون لو فهمته من اسهل الموضوعات مع ان الطلبه اللي يقراوا كده ده صعب قوي عارفين صعوبته في ايه؟ اسامي كتير بس طب ايه رايك لو حفظناها مع بعض هنا؟ نحاول نفهمها ام نحفظها؟ انا عايزه نفهم الاول وبعدين نحفظ هو بس الاسم العالم ده ماليش يد فيه بقى اسمه ايه؟ هابرجيان هو اكتشف الكوره دي اسمها افيرجن سيستم انتوا كلكم متفقين معايا ان ده بتاع ايه؟ ترانسفيرسيف مين من ولادي شاطر يقول لما حاجه في بتاع عرضي تبان كوره يبقى هي في الاصل ايه؟ اسطوانات اولا لو كان معاكم القفص وشفتوا رسم سبونج بون ما فيهاش الافيرجن سيستم دي يبقى الافيرجن دي خاصه باني عضو بس يبقى مين يعرف لي هافيرجن سيستم ركزوا ما تقولوش الاجابه وانتوا بتسالوا ارحموني بقى هافيرجن طيب مين فيكم يقول عشان قلت لكم مشكله معاكم عارفين مين يقول لي تعريف هافيرجن سيستم طب انا اقول لك دي الوحده الوظيفيه والتركيبيه بتاعت انهي عظم بس؟ كومباكت مين يقول لك العمليه؟ It is the structure and functional unit of compact bone. طب دي cylindrical structures ولا دكتور العظمة اهي بص يا حبيبي معايا العظمة اهي وهي اسطوانات ماشية كده يبقى دي cylindrical structures ماشية parallel للون اكسس بتاع انهي بون؟ compact bone. طيب يبقى cylindrical structures parallel long axis بتاع الكومباكت طيب مين يبص على الرسمه ويقول مش فيها فورم في النص؟ على فكره الفورم ده اسمه هافيرجن كانال قول تاني طب يا جماعه مش دايره الاسطوانه برضه في النص؟ استنى هافيرجن كانال دي فاضيه؟ انا سايباها فاضيه عشان انت تشوف في خلف كانال جاي لكن هي فيها اسمعي الحته دي مهمه فيها كونكتيف تيشو very rich in blood vessels and sensory nerves. احنا قلنا البورد از هانجي احد اماكن المهمه قوي للبلاد فيسلز الهافيرجن كانالز. يا جماعه لو الهافيرجن كانال دي ما كانش فيها بلاد فيسلز البون يموت. اذا دي مهمه جدا للنورشمنت بتاع او النيوتريشن بتاع مين؟ للكومباكت بون. طيب ما انا قلت لك اسرع اورام في الانتشار اورام العظم ليه؟ طيب يا جماعه لو الورم ركب على مبرجة الكنال الثمين ده الاخطر بقى اكتر حاجه بينفول مؤلمه هي الكسور ليه؟ خبط في النرف اللي ماشي هنا فبيدي سي في بي انتوا عارفين ان اكتر حاجه مؤلمه اورام العظم حد يفكر ليه؟ فكر. ورم راكب على النرف. الامبولس بتاعت البين لا تنتهي. ربنا يحفظنا ما يوريهاش ابدا. الهافيرجن كانال فيري ريتش ان حاجتين مين هم؟ وسنسونر. انت عارف
للمورفين ما بيسكنش الألم ده. ده أحد أسباب إن أنا سبت وقدمت استقالتي للأطفال مع هذا الأمر. البين المستمر اللي الولاد أطفال صغيرة بتشرب منه غير منهم. نديهم مورفين عشان يسكت ما بيسكتش. ولا ترامادول بقى ولا مش عارفة لازم الحاجات اللي كاتبوها. طب دي بقى لا لا استنى. انت قلت فيها شنكرات في النص، طب ايه الدواء اللي حواليها دي؟ لو انت فهمت ركز قوي في الحته دي. حد شايف الروز ده الورد ده عامل دايره وبعد شويه دايره كمان وبعد شويه دايره كمان؟ في تعبير كده غريب شويه عليكم نسميه كونسنتريك لاميلا. انتوا كام عيله لاميلا؟ لاميلا يعني سنتر يعني مركز في النص ومركزه دايره دول مش حوالين نفس المركز. مين المركز؟ طب يا جماعه كو يعني مشترك. فلما اقول كونسنتريك يعني كذا دايره مشتركين في نفس الايه؟ نفس المركز. مين المركز؟ طب مين الدوائر دي بقى؟ دي مش خطوط، دي كولاجين باندلز. لا 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 مين فكرني الماتريكس بتاع عرض؟ كولاجين باندلز عادية ولا كالسيفاية؟ ساعات يسموه اوستيويد ماتريكس. يسموه ايه تاني؟ يبقى كالسيفاية كونسنتريك لاميلا اوف كالسيفاية كولاجين باندلز. ده استنى يفصل ما بينهم مين؟ خلايا العظم اسمها ايه؟ اوستيو. يبقى سيبريتد باي اوستيو سات. دي ما بين لاميلا ولاميلا في مين؟ اوستيو سات. لا استنى استنى انا عايز اعرف هافيرجن، دي اهم حاجه عندي النهارده. هافيرجن سيستم بيجي سؤال شرط واحد. اتكلم على هافيرجن وليها اسم تاني اوستيون. هي مش اوستيو يعني عظم. ما الوحده بتاعت العظم. ده في طلبه بنسالهم يقول لك الاوستيونه. اسمها ايه؟ اوستيون. مين يعرفها لي بسرعه؟ ايه ده؟ Structural and functional unit of an arm. Long arm. Cylindrical structure. ماشيه فرق لمين؟ اللونج ارم بتاع الكومباكت بول. كونتين ايه في النص؟ سنترال كانال اسمها هافيرجن كانال. Which contains loose connective tissue. Very rich in blood vessels and cells. سنعمل بكام لاميلا؟ ما قلتش انا. من 5 لـ20 طبق. طبعا احنا بنستعبط في الرسم احنا سننا 3 ولا حاجه. لكن هما كام؟ 5. طب يعتمد على ايه؟ طب 5 لـ20 طبق اوف ايه؟ كالسي باي كولاجينس بانتل سيبريتد باي اوستيوسايد. ده احنا هنعرف كمان شويه مش دلوقتي ان الاوستيوسايد دي متوصلين ببعض. حد يفكر ليه؟ هي مش باينة على الصورة دي، لكن بص الأخرى. الغذاء فين؟ الغذاء فين؟ هفرز كمان الغذاء ما ينفعش يمشي بالديفيوجن من هنا دي. حد يقول لي ليه؟ هو ليه كارتوش كان ينفع الغذاء يمشي بالديفيوجن؟ يمشي بالمكس. لكن في البون which is callous سيفاي ماتريكس ينفع الغذاء يمشي بالديفيوز ده فيها اسنان ومسلسل. يبقى ما ينفعش لا يجوز. طب بس اسمع دي. اذا هنا عندنا في الهافيرجن كانال البلد سبلاي يغذي مين؟ سر اللي جنبها. طب وكل السر دي متوصله ببعض في وسطات ما بينهم. عارفين تصميم كانال ايه؟ كاناليكيولاي توصل بين سر واللي جنبها. او بين لكنة ولكنة. والسنس متوصلة مع بعض في الكونيات. ازاي؟ هنفهمها كمان شوية لما ندرس السنس بالتفصيل. طب بس انا عايزة اولادي فهمنا هافيرجن سيستم؟ طيب مين قوي ملاحظ؟ دكتور كله يسيب اللي في ايده لاني هشاور على رسم. كله يبص انا بشاور فيه. حد يقول لي كده. انت شايف هنا في بون لاميري. شايفها هنا فوق؟ هل دي عاملة كور؟ هل دي عاملة هافيرجن سيستم؟ لا يا حبايبي، دي ماشية بارل لمين؟
فرانس اسمه ايه؟ طب دي ناحية بره ولا ناحية البونر؟ فاسمها اوتر اسمها دي عشان تقولها معاك اسمها ايه؟ اوتر سير فرنش لابيل بالشركة اسمها ايه تاني؟ Love this and send to me next.
احنا تقريبا خلصنا من هامبر فاضل بس فايبرز كده بحبها قوي في الشفوي اسمها بيرفوريتنج فايبرز اوف شارتي. شارتي ده اسم ايه؟ العالم اللي اكتشفه. مين يقول لي يعني ايه بيرفوريت؟ بيس يا اختار دكتور ممكن افهمك الخواجه شرطيه لقى ايه وبعدين طلع اسمها ايه؟ يعني اول ما وصل الخواجه شرطيه طب ايه ده انا رسمت ايه؟ بتقول ايه رسمت؟ دكتور نلاحظ ان في كولاجين بالانس ده الخواجه شرطيه وصلت لك كولاجين بالانس طبعا ايه؟ من البيريوستيا واتغازت كده في اول لاميلا اتقابلت. من اول لاميلا تحت البيريوستيا؟ اوتر سيركمفرنشال لاند. ده اللي وصفه شارباه. بعد كده الناس قعدت تبحث. بصوا يا جماعه دايما في مكتشف اول يوصف لها ايه؟ وبعدين الناس تبحث وراه يعني مفيش حاجه اسمها واحد يقول دي وخلاص خلصت على كده. لازم الناس تبحث الكلام ده حقيقي ولا لا، ولو حقيقي ندور على وظيفته وازاي نستفيد منها. معايا؟ فالخواجه ده شاف بس وصف قال لك طلع من البيريوستيوم ودخل في اول الات. اللي بحثوا بعدين لقوا انها دايما موجوده عند ما يبقى في مصل انسرتد في الجو. هي نهايه المصل مش اسمها تانية؟ طب يا حبيبي هي بدات مالك مين؟ التندون الأولية. حد فاكر تندون الأولية كانت عبارة عن أي نوع من الكونكتيف تيشن؟ واي فايبرز كمان لو هو كولاجين بادل سيبريتد باي فايبرز. في نوعين كده؟ نوعين في التندون هيبقى طيب شرطي فايبرز دي أيوه يكملك مين؟ يكملك مين؟ تندون الأولية تو فيكس المصل بالبوك اسمها مستمر. يعني تندر ده مستمر داخل جوه الطاقة. ما فكرتش. لا ده انا زعلانة منه. ما فكرتوش ازاي تندر اللي هو سويت كونكتيشن بيسبب مصر في بون. ده كمان مصر بتعمل ايه؟ كانها عايزه تتمزع من بون. ما فكرتش. لا فكرنا بس ما وصلناش. لا 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 يمكن تقولوها لنا بعد كده ها؟ لسه هسأل. ده بص يا كمان التندر ده كولاجين ايه؟ بند. واي حاجه بتخش البون بيترسل فيها ايه؟ يبقى ده مسمار مثلث. ثبت ربنا سبحانه وتعالى ثبت بينين في مين؟ ده ممكن يتمسك لان اترسل فيه املاح مثلث. يبقى مين يعرفني لو انت فهمتها يا حبيبي؟ بيرفوريتنج فايبرز اوف شارت. ينفع الكولاجينس بانكس كده؟ يبقى دي كالسيفاي كولاجينس بانكس. دي كونتينويشن بتاع مين؟ لازم تبقى اساسا توتكس مين في مين؟ في المصل او التندو او اللاجت في دلوقتي بقى انا عارفه ان انتوا هتبصوا لي شر لكن انا هاصر اني اشرح البون سيلز. خلي بالك مش انت ذاكرت كارتر سنت؟ قريته معلش معلش شرط ما ذاكرتوش. قريته كنترول راس وكنترول سايز. انا ذاكر. اي بلاستار قريته فايبر بلاس في كونكتيف تيشن. ولما عجزت بقى اسمها فايبر ايه؟ حبايبي نفس الكلام. احنا حطينا قواعد جماليه. تعالى بقى نشرح بون سيلز. مين يفكر بأسامي البون سيلز اللي حضرتك تعرفها؟ ده في بداية البون عندك
الريجولر بون ماركر. طب مين شاطر يقول لي بون ماركر بتزيد انهي نوع من بون ماركر؟ ريد ولا يلا؟ طبعا ريد. اي سبونج كنت بقى؟ طيب عايزه من حضرتك على فكره خلاص سبونج طب انا ضحكت عليك. خلي بالك هل هي في هابيتشال سيستم ولا هابيتشال مش عايزاه؟ مش في بداية المحاضرة قلنا أماكن وجوده ده التمرين كده خلص. إيه الصورة دي؟ أرجع بونت أب يعني دول مين؟ الريجلر والماركر ودي أسميها بونت إيه؟ رابيك. طب إيه ده؟ بتاع المتوسط لكن اللي بره بلست. مين يقول لي اسامي السيلز اللي انا عايزه ادرسها؟ لا 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 على فكره اذا ركزتوا معايا تلت ساعه ونخلص فيها محاضره كامله، انما قعدتوا تربوا هسكر كل شويه ساعه ونص. عايزين مين يجيبوا؟ ساعه ونص. طب هي ممكن ولا باقي
عشان هي بعد شوية هتتحول لأسطي وإيه؟ في أسطي لازم نتبع منها زوائد عشان تجيب الغذاء. يعني it has to have processes to get nutrition. دي مين؟ بس دي تمهيدة إنها تتحول لمين؟ preliminary to change into mean. أسطيوسايت يبتدي بقى يبتدي كده شوية تشو زوائد زوائد. يبقى لما اجي اوصفها اقول ايه؟ شاطر قوي اوفر سيلف ويز نيو بروسيس. حلو كده؟ مين شاطر يقول السيتوبلازم بيل ولا ديبلي بيزوفيل؟ انا مش عشان حاجه البلاستايا هي الوحيده اللي ديبلي بيزوفيل. يعني اللي قبلها واللي بعدها بيل بيزوفيل. طيب دكتور ديبلي بيزوفيلك سيتوبلازم. طيب حد شاطر يقول لي انا البروتين فورمينج سيل ده انا هصنعه افرز؟ يعني اقدر اقول بروتين سكريتنج سيل. حد يفكرني بالاسطمبة اللي كنا حافظينها. اي بروتين سكريتنج سيل في ثلاثة اورجانيزمز في براسه. اي نوع ريبوزوم؟ اي ولا اتاش؟ يعني راس؟ اندوبلازميك ريتيك؟ انا اكتب ولا لا؟ يبقى عندي ميتو مونجاتي. طب يا جماعه وفي ويل ديفلوبد استنى الكواليتي عليه ريزورس هيبقى مثلا لا ده في نسبه تكون ازرق غامق قوي كده يبان حته بكتيريا او حته انستين. مين فكرني بالله هيكسب منك يا ولو تفتكر كناها في البلازما ستات قبل كده. طيب حد من الولاد بقى شاطر يقول لي لو شافوا كده خلينا كده شايفين؟ بصوا دي فيو ايه؟ بروسيس النيوكليس دي متسطره ولا ايسنس؟ ايه اللي بقى سببها؟ طب المفروض لما بالله عليك لما السيل تبقى اوبن مش النيوكليس الاخرى تبقى اوبن؟ لكن هنا النيوكليس اوفل ولا راوند؟ في سيل بتبقى عوره او زقها؟ الكولاجين اوف ده. طب ممكن توصفها لي تاني بسرعه؟ لايت ثم سمول الكترون. ها؟ سمول اوفل سيل ويز فيو بروسيس السيتوبلازم دي في بيزو فيل وفي حته اون ستين سميناها لكن الكولاجين اهم والنيوكليس فين؟ هايلي اكتف سيل. حد فاكر في كلمه اقرا في اللايف وكلمه اقرا في اللايف؟ في اللايف اقول النيوكليس فاتحه ولا لا؟ بين سبلير شايف الزرقاء من بره فيها كيس ايه؟ نيوكليوس. طب لكن بالجريكو اقول عليها ايو كروماتيك وفيها بروميننت نيوكليوس. عارفين الكيس ده مكتوبه ومش مكتوبه الضغط؟ خلي بالك في حاجات احنا بنكتبها بقى دي خواص البروتين سكريتنج زي ما انت عارف. قول طيب ينفع اجي في امتحان اكتب ده فاسكو كده ار اي ار ام اي تي جي اي بس الرفاق لا احنا نحب ايه؟ نحب نحس ان الطالب ايه؟ نيومرس نيومرس مايكرو وان ويل many systems of rough ego. The same system, many tubules of rough endoplasmic reticulum. خلي بالك هي بتفرز ايه؟ خليني اقول الفانكشن كده. خليني الاول اقول لك بتاع الاوستيوجين وبعدين نقول بتاع مين؟ الاوستيو. خليني الاول الاوستيوجين. حبايبي الاوستيوجينيك تتحول ايه؟ اوستيوبلاست. سيب اللي في ايدك واسمع. امتى تتحول اوستيوبلاست؟ اثناء ايه؟ يا اما الروح يا اما هي مش كده؟ لحظه ده لو الوسط بطل طب عظمه اختصت والفيسل اتقطع مبقاش فيه بلاست تحول لكوندروبلاست تبتدي تعمل فاضي. نقف هنا تاني. مين يفكر؟
تعطيني لأن كتبته في بداية المحاضرة مين الأم بتاع فاضي جمهور؟ يوامسي لو الوسط إيه وسط؟ هو ده الفكرة إمتى أدي فاضي وإمتى أدي هو؟ لو الوسط إيه وسط؟ لو الوسط حي وسط؟ طب الدم المفروض بيني وبينكم تعلمين يوامسي لكن احيانا الكلام ده يسقع على الاستروجين لو البلاد سبلاي قطع تقلب على التصنيع مين يعني مديش بقى استروجينك مديش بوستي بلاد تدي ايه كنت تدي خط للتكبر هو لو بيحصل يا جماعه اسمع دي لو بيحصل كسر اهم حاجه تقفل الشقه اللي اتكسر عشان الواحد يقدر يستخدم العظم دي تاني تقفلها بقى بكونك تمتش تقفلها بقى مش تقفلها مش انت اللي هتقفلها ربنا سبحانه وتعالى بيعمل لغايه ما يبتدي يتكون العظم الحقيقي اهم حاجه نعمل ايه؟ او يحصل ايه؟ تتقفل فكيف لو كان الوسط ايه وصفنا تعمل ايه؟ هتحاول بقى لوسطي بلاص ولا كله بلاص؟ دي كلمه غريبه اللي دايما الطالب وهو بيذاكر بيقف عليها طب ناخد بقى لوسطي بلاص ازاي تصنع عظمة انت وانتو هاي؟ فانكشن ازاي بعمل بون؟ سكرين كولاجين اكلون تايب 1 اللي هو كولاجين بان تستاذ ثم ديبوزيت مين ان كولاجين بان ازاي؟ موضوش حوض القاعدة الجينية الذهبية اسمعوا الكلمة دي عشان هتفيدني في آخر المحاضرة ولو ما فهمتهاش دلوقتي مش هتفهم بقية المحاضرة اسمعي الكالسيوم عشان يدرس تو بي ديبوزيتد ات نيدز الكالاين ميديوم قول تاني عايزة ايه؟ خلي بالك لما يبقى فيه الكالاين ميديوم كالسيوم يحصل له بريسيبيتيشن دكتور فهي بتفت جواها انزيم اسمه الكالاين فوسفاتيز قول تاني يا جماعه دي فاضل مين من الاسم كالسيوم فوسفيت في المغز ده مين دي؟ الحاله اللي انتوا فيها مين دي؟ الاوستيوبلاس يبقى هي جواها الكالاين ايه؟ او ممكن نقول فاضل ازاي؟ سكريت الكولاجين فاضل دي بوزيت كالسيوم في الكولاجين بانت سبايك انزايم اسمه الكالاين فوسفاتيز ده بيكريت الكالاين ميديا فيترسب كالسيوم فوسفيت طيب دكتور وين كومبليت از سينونيم بكالسيفايد ماتريكس تيم انتو هاي كده ايه؟ احنا كده خلصنا كام سنه؟ ليه؟ بالله عليك خد وقت طب اللي مش هتاخد وقت خالص بقى في البوستيو سايد لا هم لازم يتاخدوا على بعض وانا قلت ده ايه؟ امتحان الامتحان ده؟ لا لا انا شكلي وحش على فكره مش لازم اقول لك تاني مع السيرة كلها ممكن ال ام ان اي ام هم بوستيو بلس كومبير ال ام دي ام اوستيو بلاس مثلا اوستيو سايت او اللي بتبني واللي بتفك اوستيو بلاس اوستيو بلاس على فكره انت مش هتفهم الاوستيو بلاس غير بعد الاوستيو بلاس طب تبقى جميله قوي لو خدتوه بصوره ايه؟ معلش انا عارفه انا غير ساعتي النهارده بس ايه؟ قدامنا اجازه طويله
سنتي وفرار اسمه ايه؟ لكن ومحاطة كانت سيفاي ماتنس دلوقتي اسمها وستيسا. نقول تاني، أول ما الاقي سنتي وفرار اسمه ايه؟ لكن وسرعاند البار كانت سيفاي ماتنس ناو شيء هي دلوقتي اسمها وستيسا. يبقى ده مكان كل سنتي وفرار اسمه ايه؟ على فكرة افترض مش فاهمين الرسم ولا الله. وانت فاكرة يا دكتورة انت فاكرة ان كل دي اوستيسايت؟ لا حبيبتي، الازرق اللي جوه دي اوستيسايت والفراغ الطول دي صغننة زميل، لكن وبعدين حواليها من بره هلسي فايتا. تعال نشوفها حد شايف دي بقى؟ لا 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 لسه، انا بس مش هشرحها، ما ينفعش اشرحها مره واحده، هناخدها حته حته. يا جماعه هل دي لسه بتصنع بون ولا دي ماتيور بون سيل؟ لا استنى استنى، انا علمتك قبل كده بلاستايا بتبني، سايتايا صيانه، بتعمل مينتنس. الكلام ده قلناه فين؟ فايبروبلاست وتحولت الى فايبروسايت، كوندروبلاست دلوقتي اوستيوبلاست تحولت الى يبقى ريحت، يبقى اكتف زي البلاستايا ولا لسه اكتف؟ يبقى كده جزء كبير كده. مين اللي يصغر؟ يبقى مين ترجع براحتها سنترا؟ لا انا بتكلم ناس انا مش عايزه احفظ، ما انا لو حفظت هعجزه. طيب حد شاف دايوسيفالي؟ سمول اوبل وبرانشت سيلز. مين فيكم لحظة يقول لي الزواكت متصلة مع بعض ولا لا؟ مين بدأ بقى يقول لي أنهي نوع من الجنكشن اللي يسمح بإن الغذاء يعدي من واحدة للثانية؟ ولاد يا حبايبي نور عيني، مش قادر أقول لكم فرحتي فيكم في الرد يا جماعة ده. هو مش كله جاوب طبعا، إنما يعني معظمها كده بجد بحبكم زي جدا. حد شاطر يقول لي ان يوكس فين؟ سنترال واوبن، سايتوبلازم ما ضعيف وبين بين كمية مين اسد؟ الرب اسد والبولجي سند والميتوكوندريا اسد. طب الدكتورة خليكي معايا. طيب حد وحتى فيها الترايب فوسفاتيز، لان لو حاجة كالسيوم قل روح بس شوية الترايب فوسفاتيز ديبوزيت كالسيوم بدل ماتريكس ألف يعمل بدل. يعني ايه بس مسؤول عن ايه؟ يبقى منتين الماتريكس ومنتين الكالسيوم اللي فيه، كاني بقول بتحافظ على السوليديتي بتاع الكون. يعني ايه سوليديتي؟ صلابه. طب مين يقول لي كده المصدر ده؟ طب تعالى نتكلم عن الاوستيو ايه؟ بصوا انا وصفت، هل لسه قلت فانكشن؟ انا خلصت كده مين؟ ثلاثة اوستيوجينيس اوستيوبلاست، وقلنا وظيفة الاوستيو صعب. تيجي بقى ناخد آخر واحدة نحل بيها اوستيوبلاست. اوستيو يعني ايه؟ عضو. بلاست ديستروير. على فكرة أنا هسيب حضراتكم تقولوا أي خلية أكولة في الدنيا، طبعا الخلية في الدم اسمها ينفع سيطايا تاكل على الماية. يقول لك في الالتهاب قوة، يبقى دي نتيجة التهاب مجموعة بالمونو من يقول الأوجن فيوجن قوة لا مونو سايز. دكتور عشان كده يبقى فيها نبرس واحدة فقط ولا تبقى مالتي نيوتي؟ قاعدة فين؟ معلش دكتور، مرة واحد قال لي استني عندك بقى هنتخانق. المفروض يعني المفروض انتوا تتخانقوا معايا دلوقتي وانا هدافع، بس انتوا يعني في حاجه يوصل لها. المهم انا هسال نفسي وانا بجاوب. هو احنا عايزين نهز البيت دي؟ هو يعني عارفين بص في الجلوب وهد الفرح وهد الزينه يا جدع. ليه انا عايزه البوني الضم ده؟ احنا صدقنا ايه؟ عشان نجدده؟ ده طول
بيحصل معاها كلنا. ممكن تسيبي كده ثواني تمام دلوقتي مين ده؟ لون بون. طب اللون بون دي بتكبر معانا واحنا بنكبر ولا يعني بلاش قارن طفل الارض وانت صغير طفل حجم العظم قد دلوقتي مش بتكبر؟ بتكبر بإضافة ايه؟ عظم من فرق طبقات عظم من فرق. طب البون اكبر ده ضيقة مش كل حاجة لازمة وتناسب. طب مين بقى اللي يقور كده؟ ياكل عظم من جوه يوسع البون مركبتي اوستيوكلاس. يبقى ديورينج جروث عشان توسع مين؟ نقطة الحب بتاعها بلاش. وانا كنت افضل ما اسجلش الحته دي انما زي ما انا رياضيه جدا زي ما انتم شايفين بس بلعب ماتش وقعت الكلافيكل بتاعتي اتكسرت. ميرسي. انا الكلافيكل اتكسرت مين هبنشط؟ عشان تلحق الاوستيوجين تتحول الى فاميلي اوستيوبلاست وتعمل ماتريكس والديبوزيت ايه؟ كالسيوم وتشينج انتو اوستيوسايت. يعني هتعمل بون فورميشن يو بون فورميشن ولا وتقفل الكسر ولا بس انا فاكره انا الكلافيكل كان فيها كيرف حلو كده. تفتكر يقفل الكسر ده هيبقى رجل ومكسوخ وناعم وعفن ولا يبقى رجل شويه؟ يبقى دايما الاقيها اون بوني سيرفيس سطح العظم يا فين يا فين يا الانتوستيوم يا الانتوستيوم واكثرها في الانتوستيوم عشان الكسور دي مش طول الوقت لكن النمو هو ده اللي طول الوقت. خلي بالك بتحفر نفسها حفره تقعد فيها. يعني دايما بص يا دكتور معلش بص دايما لما باجي اغسل بوستي وايه؟ بص بوستي براتي اكبرهم ولا اصغرهم؟ خلي بالك كل اللي كنت بقول اسمه في واحده بقول ايه؟ لا دي نتيجه التحام مجموعه من طب دكتور خلي بالك اللي انا هقوله دلوقتي ده في كل صور الداتا شو ما بفهمهاش نظري مش هفهمها كصور. حفرت نفسها حفره على كده ولا الحفره دي اسمها هاو 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 شيب سكينة اسمها هاو شيب سلاكية اسم الحفرة ايه؟ هاو شيب سلاكية يا زكاكا. طبعا هاو شيب ده اسم الخواجة اللي اكتشفها اللي انا قلت لك كان زعاب عشان نفتكر اسمها لا كنت احرف الشفا وكل ده بس اسمها ايه لاكية هاو شيب سلاكية. اسمع دي طيب مين من ولادي شاطر يقول ملاحظ ان الست دي ليها براش بوردر كده او استرايت بوردر مين يقول يعني ايه استرايت؟ خطوط كان في خيوط طالعه منها على فكره دي اسمها دي مايكرو ليه؟ يعني بتزود الستريا الكونتاكت مع البوم في حاله ثانيه كلهم زرق دي الوحيده اللي دي وحيدة بأسيده زي. طيب مين شاطر يقول هل الصندوق لازم رايق ولا معقد؟ عارفين زي ما غاوي الصابون كده لا بص اذا ما قلتوش دي كانك ما قلتش حاجه فومي اسيده زي. تحت فومي دي حط 100 خط مين يفكرني ايه اللي يخلي الصندوق لازم معقد مش رايق زي ازازه ملغمش؟ وجود وفره رهيبه من مين؟ من لايز وزوز. ممكن اسالكم سؤال هي الخليه دي فاجوسيتك؟ لا. It is not a phagocytic cell. هي مش وظيفتها تاكل بكتيريا. دي هتعمل اعاده تشكيل العظم. عارفين لما اقول موديل؟ دكاتره؟ موديل يعني موديل. لما اقول ري موديلينج اعاده تشكيل عارفين يا جماعه زي ما نطورها من جوه زي ما نصفرها من بره دي اعاده تشكيل ايه؟ العظم ري شيبنج اوف ذا او ري موديلينج اوف ذا. طب تعمل القصه دي ازاي؟ هي مليانه لايزو ايه؟ لايزو دي هو
ولادك ايه؟ عارفين انا امهم مين؟ ايوه ايوه واحد اللي صح. اسف فوسفاتيز عكس مين؟ يعني تشتغل في وسط ايه؟ اسيدك. او هي بمعنى صح كرييت اسيدك ميديا. سيب اللي في ايدك يعني وافهم دي كويس. حد شاف مع الاعلان اللي بيجي في التلفزيون بتاع معجون اسنان اسمه كريست؟ لما يجيبوا بيضه ويحطوها في خل وناحيه البيضه معمول عليها المعجون والناحيه الثانيه لا، يعني المعجون حمل ايه الناحيه اللي محطوط عليها من ايه؟ مين يدوب ويسيبها؟ ان مين يتركها؟ الكالسيوم. فالخل ده ايه؟ اسيد. لو انت حطيتي اللي هي الابشر دي او البيضه قشره البيضه دي فيها ايه؟ كالسيوم. فعشان كده صعبه شويه. طب لو انت حطيتها في خل يعني اسيد. بص انا قلت لك الكالسيوم عشان يحصل له ديبوزيشن عايز انهي ميديا؟ لو انا حطيته في اسيدك ميديا الكالسيوم بيموت ويسيب العظم. فنفس فكره الايه؟ البيضه اللي حطيناها في خلط ما طلعت. احنا فعلا لما بنحب نحضر سلايد بتاع العظم نجيب العظم ونحطها في اسد ونسيبها كام يوم لغايه ما ايه؟ عارفين ان الكالسيوم ده خلص بقت طريقه خلاص اقدر اقطعها وافحصها واسبخها زي ما انا بحضر اي شيء. اذا هي احد وظائفها كريت اسيدك ميديا فيحصل دي بدل ما اقول كالسيفيكيشن اقول دي كالسيفيكيشن. طب هو كان ايه اللي صعب اللي يكسره في وجود الكالسيوم؟ مش الماتريكس؟ طب وانا في لو عندي بقى انزيمز اخرى زي كل الفيلات يكسر مين بسهوله؟ يعني انا الاول اسحب مين؟ ثم الهايبرنيتك انزيمز الاخرى اللي موجوده برضه في الايزو ايه؟ زونز بتعمل ديستربشن اوف ذا ماتريكس. يبقى كده سعادتك اعاد تشكيل ايه؟ او يعني ربنا سبحانه وتعالى اعاد تشكيل مين؟ مين يقول لي الخطوات؟ ازاي يكون ديستربشن؟ اول حاجه تسميه ايه؟ شيك لان اقل مجهود عملته في كانسر مش هيحصل. يبقى يحصل دي هي بتفرز على فكره سي او 2 مع الميه كربونيك اسيد ده عمل اسيدك ميديا. الاسيدك ميديا عمل دي دي كالسيفيكيشن. فلما حصل دي كالسيفيكيشن بقى سهل الاذر هيدروليتك انزيمز ديستروي الماتريكس وبالتالي حصل ري فور. مين يوصف لي دي بالراجل؟ انت قلت لي مليانه لايزو ايه؟ ولايزوز بتطلع من ايه؟ يبقى لازم في ويل ديفلوب ولا في افريز. طيب ده في الالكترون يسموه رافل بور. حاجه اسمها ايه رافلز؟ مدافع. كانه بيصلب مدافع على البور يكسر طق طق طق. طيب حد بقى من ولادي انا قلت الفانكشن بتاعتها بس انا عايزه المنظر عشان في كلمه نسيت اقولها في البوست انا خلصت. طيب بص يا ولادي